ما حكم توزيع التركة والإرث في حياة الإنسان؟ وأيضا أسأل عن التأخر في توزيع تركة الميت. لا بأس أن الإنسان يوزع ماله على ورثته على حسب ما قسمه الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين من الأولاد ومن الإخوة والأخوات، ويقسمه على ما شرع الله ولا يحيف مع بعضهم أو يخصص بعضهم دون من خصصه الله وفضله منهم. فإذا وزع تركته على موجب المواريث على ورثته فله ذلك، وكونه يمسك ماله وينتفع به في حياته أحسن له من توزيع ماله على أولاده ويبقى بدون مال. أما إذا مات الميت فإن تركته تؤول إلى ورثته، وتجب المسارعة في قسمتها وإعطاء كل ذي حق حقه لينتفع به ويتوسع به، وينال الميت أجر من ذلك. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فيبادر، إلا إذا كان هناك عوائق تمنع من القسمة تؤخر إلى أن تزول هذه العوائق. أما ما دام ليس هناك عوائق من قسمة التركة تجب المبادرة في قسمتها وإعطاء كل ذي حق حقه.